ملف الشوكولا، وهو الخبر لعشاق الشوكولا الذين قد يضطرون إلى التزود بالمزيد من هذه المادة السمراء قدر الإمكان الآن، لأن الحصول عليها لن يكون سهل بالمستقبل. فمع كل يوم يمر أسعار هذا المنتج ترتفع بشكل جنوني، لتصبح السلعة أي الشوكولا الأكثر ارتفاعاً في العالم هذا العام. فلك أخبرينا ما الذي سيحصل في سوق الكاكاو. معلومات يعني حتى الساعة تؤكد بتحليق أسعار الكاكاو لأعلى مستوى على الإطلاق، فهل بالفعل لن يصبح بمقدور أي شخص أن يحصل عليها وخصوصا الشوكولا؟ ليال، أولا أنا أعرف بأنك من عشاق الشوكولاتة، ووفقا للمعلومات يفضل أن تبدأي بتخزين الشوكولاتة بكميات كبيرة لأن مستقبلها يبدو ضبابيا. والله يا فلك قد ما خزنت سيكون قليل. وفي التفاصيل، لأول مرة على الإطلاق أسعار الشوكولاتة أو أسعار الكاكاو تصل إلى 10,000 دولار للطن، ما يعني ارتفاعا بأكثر من 129% منذ بداية العام. ومع وصولها إلى هذا السعر غير المسبوق، أصبح الكاكاو أغلى من النحاس المعدني الصناعي، بل وقفزت الأسعار أيضاً بنحو 186% خلال 12 شهراً الماضية، متجاوزة المستويات التاريخية للبيتكوين التي ارتفعت 150% خلال الفترة ذاتها. ارتفاع الأسعار بقوة بدأ في فصل الصيف الماضي بعد أن بقيت بين 2000 إلى 3000 دولار للطن على مدار 15 سنة. فما الذي أدى إلى هذه الأزمة؟ المشكلة الأساسية متعلقة بالمناخ، فالدول الأكثر إنتاجاً للكاكاو هي غرب أفريقيا، لا سيما غانا وساحل العاج، بنسبة 73% من الإنتاج العالمي. الأمطار الغزيرة ثم الجفاف وموجات الحر الشديد وصعوبة تأمين الأسمدة بسبب ارتفاع أسعارها، كلها عوامل أدت لضعف المحاصيل الزراعية. للحديث مشاهدينا عن هذا الموضوع معي بالاستوديو الزميلة لارا حبيب من قسم الاقتصاد بقناة العربية. لارا، هيدي المرة الثانية اللي بنحكي فيها عن الشوكولا بهالمنشأة. عم بضلهم يرتفعوا، قد ايه رح يرتفع بعد؟ وفعلا يعني ممكن ينقطع او يكون في ندرة بأن نلاقي الشوكولا؟ ليال، يبدو أنه حتى الآن المعطيات عم بتشير أنه هناك إمكانية للمزيد من الارتفاع في الأسعار، لأنه في نقص حقيقي، وهذا النقص صار له بالسوق هيدا لثالث سنة على التوالي، عم بيكون الطلب أعلى من العرض في السوق. وهلأ خاصة أنه قبل، نحن على أبواب عيد الفصح، وعيد الفصح دائما عم بيصير في يعني بيرتفع الطلب على الشوكولا. بالتالي يعني حتى لو قبل كنا عم نتحدث أنه الهيدج فاندز اللي هي صناديق التحوط كانت عم تدخل في السوق وترفع أسعاره، لا، اليوم الهيدج فاندز هي مش لاعب الأساسي في السوق، وهالارتفاعات هي بسبب الطلب الحقيقي الموجود وقلة المعروض اللي شايفينه بالسوق. وهناك أيضا بعض الريجوليشنز أو يعني الإجراءات يلي عم بتصعب على الشركات بأن تستورد الكاكاو، ما هي؟ بأوروبا تحديدا، لأنه الدول الأوروبية هي من أكبر الدول المستوردة للكاكاو، وخاصة تستورده من أفريقيا. اليوم في قرار يدخل حيز التنفيذ بنهاية العام المقبل، الشركات الأوروبية التي تنوي شراء الكاكاو يجب أن تبرهن أنه هذا الكاكاو غير مسؤول عن تشجير أو عدم تشجير بمناطق معينة، وهذا أمر جدا صعب. لماذا؟ ساحل العاج مثلا يلي هي من أكبر الدول يلي بتصدر الكاكاو، إحدى الدراسات بتشير أنه 30% من المساحات المزروعة للكاكاو تقع ضمن غابات محمية. هذا يخالف القانون. نشير أنه هذه الإجراءات بسبب سياسات مكافحة التغير المناخي. صحيح، لأنه بيعتبروا حاليا أنه الاتحاد الأوروبي الكاكاو مسؤول عن 7% من مساهمة الاتحاد الأوروبي في إزالة الغابات. هذا بشكل تحدي أساسي، من وين بدهم يأملوا هالإمدادات من الكاكاو، وهي أصلا بيعتمدوا بشكل كبير على أفريقيا، دول أفريقيا. طب اليوم التغير المناخي ساهم بشح كل الكمية الكبيرة من الكاكاو اللي عم تجي من هناك. في هناك بعض يعني التغييرات التي تقوم بها الشركات كي لا ترفع الأسعار كثيرة، من الكمية من النوعية. إلى أي مدى اليوم هذا الشيء سيؤثر على كل من يستهلك الشوكولا؟ في تحدي أساسي للشركات الغذائية، شركة مثل نسلي، شركة مثل هيرشيز، هذه الشركات هذا رو ماتيريال، يعني مواد خام عم ترفع من تكاليف الإنتاج لديها. يعني مثل ما شفنا من التقرير، الكاكاو صار له 15 سنة
أسعاره بين 3000 إلى 5000 دولار للطن، اليوم 10000 دولار للطن. في واقع جديد بدها تتعامل معه الشركات، مش قادرة تمرر كل هذه الارتفاعات للمساهم للعميل، بالتالي الشركات عم تلجأ إما لرفع الأسعار أو حتى عم تخفض وزن الشوكولا وعم بتبيعه بنفس السعر أو تغير نوعية الشوكولا، تغير حتى يعني فيها مثلا الكوكو باودر عم تستخدم مثلا في منه البالم أويل بديله هو أرخص. لارا باختصار اليوم هناك أيضا عنصر بحسب تقارير وسائل الإعلام وهو المواد الكيماوية المستخدمة من قبل المزارعين التي أيضا ارتفعت أسعارها بسبب كل ارتفاع العالمي واللي عم تأثر على الأسعار، إلى أي مدى ستؤثر أكثر؟ ما عندي معطيات ليال حول هذا الموضوع، ولكن أكيد المشكلة هي مشكلة أساسية عم نشوفها حاليا، مشكلة باقية معنا، مشكلة يعني حتى المستهلك رح يحس فيها. اليوم في ميمز بالبرازيل إذا بدك تشتري شوكولا بدك تروح تتدين، يعني سعر الشوكولا عم بيقارنوه مثل المجوهرات، وبالتالي رح نطلب بدل شوكولا بدل النقل نحن. شكرا لك يا لارا حبيب، زميلة من قسم الاقتصاد.